السلام عليكم. اليوم إن شاء الله عندنا شرح عن موقع أو برنامج تربوي رائع، هو سلسلة قصص قطوف الخير، وهو برنامج مناسب جدا للأطفال ووسيلة تعلم جميلة وممتعة، بحيث يكون فيها تعليم ممتع وبشكل جميل. يدعم هذا البرنامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بحيث أن الطفل يقدر يتعلم العربي والإنجليزي بنفس الوقت، والقصة هي بنفسها داخلها العربي والإنجليزي وأيضا الألعاب. البرنامج فيه له طريقتين، طريقة القصص وإن شلون الطفل يقرأ القصص ويتعلم قراءة القصص، والألعاب بحيث أنه يقيس مستوى تركيزه ومستوى ذكائه ومستوى مثلا إذا هو منتبه من الشخصيات أو لا، أو يحب الإبداع يقدر يلون. خلينا نشوف مثلا القصص، في عندنا كذا طريقة لقراءة القصص. أول شيء يوجد كذا نوع يعني من القصص على حسب ميوله، مثل ما قلنا يقدر مثلا يختار مثلا في العطاء سعادة. عندنا هني خاصية اقرأ لي للأطفال من 5 إلى 8 سنوات، يجدون مثلا صعوبة في قراءة بعض الكلمات، يقدر البرنامج من نفسه يقرأ والطفل يركز مع الكلام ويشوف طريقة النطق وطريقة الكلمة شلون تنطق وشلون تنقري. وفيها الأطفال مثلا من عمر 11 إلى 15 خلينا نقول، أو من 11 إلى 14 سنة، يقدرون مثلا يقرون القصة هم بنفسهم، مثلا يقرون ككتاب. واجهوا صعوبة في إن يقرونها عن طريق من الجهة اليمين أو اليسار أو اللي تحت الطريقة، أو في هني نقدر نقول يقدرون يسوون لها برنت ويطبعونها على طريقة ورقية. أهم هذا بعد طريقة تسهل قرايتها، إذا شافوا مثلا في شيء هني مهم، معلومة مهمة، شيء حبوا يكتبونه أو حبوا يضيفونه من عندهم، هني في طريقة خاصية الإضافة، مثلا يضيف نوتة مثلا فوق هذا، يقدر يحط كذي ويضيف النوت اللي هو يبي أو الملاحظة اللي هو يبيها. هني عندنا التصفح عن بعد من دون لا يقلب، مثلا هو مثلا بالصفحة 14 بيروح 20، يقدر يروح لها بالطريقة هذه. عندنا بعد طريقة إنه يكبر الكلام إذا كان يواجه صعوبة في قراءة الكلام، يقدر يكبره ويصغره من الخاصية هذه، يرجع وضعه الطبيعي. عندنا هني اقرأ لي واسألني، هني صراحة أشوفها إن أنسب طريقة للأطفال، يقرأ يسمع القارئ ويركز بالقراءة، وبنفس الوقت لما يسأله وهو في نصف القصة يزيد من حماسه وفضوله إنه يعرف شنو الأسئلة الباقية، يعرف شنو راح يصير بعد هذا الشيء. مثلا لما يشرح اللي يكون بالمزرعة ومن صاحب المزرعة، مثلا ما اسم صاحب المزرعة وهو ذكر اسمه، العم عبد الله. هني عرفنا الخاصيات الثلاثة اللي هي أقرأ لي وأنا أقرأ وأقرأ لي وأسألني، وكلهم يقيسون مستوى التركيز ومستوى الانتباه. عندنا هني الألعاب، وهي الألعاب شوي ترفيهية وتحبب الطفل في القراءة وتساعده على التركيز والانتباه. خلينا نشوف لعبة التلوين للأطفال اللي يحبون يبدعون الألوان. هني عندنا صوت نقدر نسكره ونشغله، وهني أيضا ممحاة بحيث إنه إذا أخطأ الطفل بالرسم ويقدر هني أيضا يغير مثلا الصورة إذا حب، يختار مثلا صورة سهلة بالرسم أو شيء كذي،
عندنا هني أبيض، السماء مثلا نختارها أزرق، يقدر الطفل يلونها، وإذا أخطأ مثلا، إذا أخطأ يقدر ياخذ المساحة، يقدر يكبرها شوي ويمسح بطريقة سهلة. عندنا هني لعبة تجميع الصور، وهي لعبة صراحة فيها كذا مستوى. مثلا إذا كان طفل عمره 6 سنوات ويجد صعوبة في التركيب، يقدر يبلش من 4 قطع ويقدر يركبها مع بعضها. هذا اللي تحت الزوايا هي. يعني يقدر من يغير الصورة. البطاقات المطابقة، وهي بطاقات مطابقة، أحس إنها لعبة تفيد، تساعد على التركيز. مثلا تقيس مستوى الذاكرة. عندنا هني الاختلافات الخمسة، نشوف شنو الاختلاف بالصورة هذه وبالصورة هذه. عندنا هني الشخص هذا يكون هذا الاختلاف الأول. عندنا مثلا الكسر بالإيد، الاختلاف الثاني. عندنا بعد مثلا هني الإضاءة. وهكذا عندنا هني كذا صورة، يقدر الطفل يختار الصورة اللي يبيها. الحين عندنا هني وقت معين لازم الطفل يخلص فيه يعني. وعندنا هني صوت، إذا بدون صوت ولا مع صوت. عندنا هني أين الخطأ. يقدر يشوف الطفل مثلا الصورة هذه الطبيعية، وهني الصورة اللي فيها الخطأ. مثلا هذا الصورة ما كان فيها، فيكون هذا خطأ. مثلا هذه الصورة الطبيعية، وهني الصورة اللي فيها خطأ، هذه فيها خطأ. فالطريق هذا يعرف يطلع الأشياء اللي ما لها علاقة في القصة وما لها علاقة في المكان نفسه. نقدر هني نسكر الصوت ونشوف الاختيارات. القصص الثانية، في اختيارات طبعا كثيرة، يقدر الطفل يختار على حسب ميوله، على حسب قدراته، على حسب شنو هو يحب أو شنو هو اليوم ناوي يتعلم. وأيضا في طريقة اللغة الإنجليزية طريقة حلوة، بحيث أن الطفل يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا عن طريق خلينا نقول القراءة. مثلا نشوف طبعا القارئ يقرأ القصة في الإنجليزي بشكل واضح جدا، ويساعد الطفل على تعلم كلمات جديدة يضيفها الطفل إلى قاموسه، بحيث إنه إذا هو قرأها قرأ القصة في العربي وفهمها، يقدر يفهمها بسهولة في الإنجليزي. وأيضا بعد طريقة ممتعة جدا، إذا قرأ القصة وانتهى يكافئ نفسه بأنه هو يلعب بالألعاب الموجودة والمتاحة، تشمل شخصيات القصة،
تشمل جميع الأفكار الموجودة في القصة. وهذا باختصار موقع قطوف الخير، وشكرا على حسن الاستماع.